السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى النهاردة هناخد درس جديد من الأوضاع النسبية. الدرس ده اسمه داخل وخارج. اسمه إيه؟ داخل وخارج. يعني إيه داخل يا ولاد؟ بص كده في الشكل اللي معايا، بص كده الكرات اللي موجودة في المكان ده قدامك مكانها فين؟ داخل الصندوق. إنما انظر معايا كده، الكرات اللي موجودة في المكان ده هي موجودة فين؟ خارج الصندوق. تعالى اقرا معايا السؤال كده، بيقول لي ايه؟ ما عدد الكرات داخل القفص؟ تعالى نعد عدد الكرات الموجودة داخل القفص السنة أولى. عد معايا، ها، 1 2 3 4 5. يبقى عدد الكرات اللي موجودة داخل القفص يا سنة أولى كم كرة؟ برافو عليك، 5 كرات. اقرأ السؤال الثاني، بيقول لي ما عدد الكرات خارج القفص؟ ما عدد الكرات خارج القفص؟ تعال نعد معايا، ها، عد معايا خارج القفص، ها، 1 2 3. ها، يبقى عدد الكرات كام يا سنة أولى؟ عدد الكرات كام؟ 3 كرات. بص كده السؤال اللي وراه، بيقول لي ايه؟ لون الشكل الذي بالداخل. لون الشكل الذي بالداخل. بص انظر معايا كده، هتلاقي ايه؟ انا عندي دائره وداخل الدائره في مربع. طيب يبقى انا هلون ايه؟ الدائره ولا المربع؟ برافو عليك، هلون المربع. يلا لون معايا كده. يبقى انا كده بعمل ايه؟ انا بلون المربع، لان هو الشكل اللي موجود داخل اللي داخل الدائره. طيب هنا العكس يا اولاد، بيقول لي ايه؟ لون الشكل الذي بالخارج. ايه الشكل الموجود بالخارج؟ المستطيل ولا المثلث؟ ها، برافو عليك، المستطيل. يبقى انا يا سنه اولى هلون المستطيل، بس ماليش دعوه بالمثلث، انا مش هلون المثلث، انا تلويني الايه؟ للمستطيل. رائع، وانت بتلون ان احنا مش ايه؟ مش هنلون المثلث، لان المثلث بالداخل واحنا المطلوب مننا نلون الشكل اللي موجود في الخارج. طيب بص هنا بقى السؤال ده، بيقول لي ايه؟ ارسم دائره بحيث تكون الدجاجات داخلها والقطط خارجها. يعني أنا عايز الدجاجات تكون موجودة داخل الدائرة والقطط تكون موجودة خارج الدائرة. بص معايا كده للشكل، أنا عندي قطط وعندي دجاجات، هعمل إيه؟ أنا عايزة أحوط مجموعة الدجاجات دي بدائرة. هبدأ من عند أول دجاجة كده وهحوط مجموعة الدجاجات كلها بالايه؟ بالخط بتاعي بالشكل ده. يبقى انا كده دخلت الدجاجات داخل ايه؟ الشكل بتاعي، بس ايه؟ رعيت ان القطط لازم تكون موجوده بالخارج. اتمنى نكون فهمنا واستفدنا يا سنه اولى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.